بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، متابعينا الأعزاء، تحيتنا متجددة بتجدد انطلاقاتنا في هذا الصباح لينطلق شوطنا 18، والذي يحمل في طياته وكشوفاته الأبكار من فئة الإنتاج. نتمنى التوفيق والنجاح دائما لجميع المشاركين. مباشرة نسير إلى المركز الأول وإلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى المركز الأول، هنا مع الصدارة ومع القيادة، مع غنايم اللي على المركز الأول والصدارة. هنا غنايم محمد بن علي الشدية المنصوريات مع المركز الأول، بينما المركز الثاني لغزيل بشعار حميد بن عمر بن بخيت المنصورية. انتقل الى المركز الثالث واجد هنا الوصول والتحدي، هناك مع فصل لجويعد بن فهيد بن ناصر بن مبارك العجميات مع اندفاعة فصل، بينما انتقل هنا مع الوصول ومع التحدي الشامخة، وصلت الشامخة لسيف بن سهيل بن شلثم. الخيالي يتقدم هنا بمستوى كبير وبتحديات وبانطلاقات وبمنافسات جميلة. وصل ايضا من حاف القادمة لسعود بن عبد الله بن سعيد بن جروان الشامسي، ياتي هنا في هذه اللحظات الجميلة. الاسماء، الشعارات، الابطال، المنافسين، المنتجين يتقدمون، والشايبة وصلت لمكتوم بن الشيبة السبوسي، يتقدم مع شايبة، يتقدم مع اندفاعة شايبة. هنا ايضا هذه الاسماء، لكني بعود الى المركز الاول، بعود الى غنايم، الى غنايم، وتحت العزايم تلقى الغنايم يراعي غنايم. هذا محمد بن علي الشدية المنصوري يتقدم ويتحرك ويبحث ويسير ويطير نحو الفوز والانتصار، لكن من حاف وصلت لسعود بن عبد الله بن سعيد بن جروان الشامسي، واللي وصل هنا في هذه اللحظات هنا وصلت ايضا، وصلت فيه وتحركت وجد وجد يا وجد. مكتوم بن ابراهيم بن سالم المزروعي يغير الى المركز الاول، ينتزع الصدارة، ينتزع القيادة هنا على الصدارة الاولى. هنا مع انطلاقة وجدة، هنا مع اندفاعة وجدة، المركز الثاني، هنا وصلت الشايبة، 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 احمد بن علي بن سلطان السبوسي هنا مع اندفاعة المركز الثاني. انتقل الى المركز الثالث واندفاعة ثالث المراكز. بدأ صراع، بدأ النزاع، بدأ القوة، بدأت الاثارة هنا مع الاسماء. هنا من وصل، وصلت ايضا الغزيل، الغزيل خليفة بن محمد بن زاهر الخيالي، وتحركت هناك من الجانب الاخر حضور ناصر بن سالم بن علي المسعودي. وصل المسعودي، وصل هنا مع اندفاعة هذه الاندفاع قيوم محمد الدحبة بن سعيد بالزفنة الاعفاري يتحرك، ولكن بن زاهر يطير، بن زاهر يقلع، بن زاهر يحلق، يحلق مع الغزيل خليفة بن محمد بن زاهر الخيالي، الخيالي هنا مع الابداع، هنا مع الامتاع، هنا القوة والإدارة بالانتاج، بالانتاج مع الغزيل، الغزيل. تهانينا لخليفة بن محمد بن زاهر الخيالي على الفوز والانتصار صار بهذا الشوط. المركز الثاني قيوم محمد بن الدحمة بن سعيد بن زفنة العباري، المركز الثالث كانت هناك مع المركز الثالث هي مخيفة سعيد بن علي بن عبيد بن رشيد الكتبي، المركز الرابع كانت مع اندفاعة هذا الشوط هي حضور لناصر بن سالم بن علي المسعودي، والمركز الخامس
المركز أيضا الرابع والخامس كان دخول جماعي أيضا من وصلت كذلك هي المنافسة من أجل الفوز هي وجد لمكتوم بن إبراهيم بن سالم المزروعي. إذا متابعين الكرام منافسة شيقة وأداء كبير حمله هذا الشوط من تحديات الإنتاج وأيضا السلالات المحافظ عليها من قبل الملاك الذين أيضا يقدمون النوعيات الفاخرة وأيضا بالزهرة هو البطل بتوقيت الزمني مقدار 4:21 خمسة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الغزي الخليفة بن محمد الزهرة الخيدي بينما المركز الثاني وصلت فيه قيوم محمد بالدحبة بن سعيد بالزفن العباري والتوقيت الزمني 4:22 بالوفاء والتمام والكمال. تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث كانت مخيفة لسعيد بن علي بن عبيد بن رشيد الاكتبي وصل بالمركز الثالث والتوقيت الزمني 4:23 تسعة أجزاء من الثانية. بينما هنا الوصول مع المركز الرابع نشاهد معا الدخول للمركز الرابع كانت مع المركز الرابع هي وجد لمكتوم بن إبراهيم بن سالم المزروعي من حصلت على المركز الرابع وخامسا كانت أيضا هي حضور لناصر بن سالم بن علي المسعودي من وصلت بالمركز الخامس. هنا توقيت المركز الرابع 4:24 جزء واحد من الثانية والمركز الخامس هنا 4:24 وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.